oxygenated blood. Oxygenated blood. نعم فهمت. يبقى الاكسجينيتد بلاد the blood from the blessing both through in this umbilical vein منه على الليفر الكعب لا سبحان عمل له دكس فينوس سحبت الدم منه ودته للصبرة هيباتيك بارت اوف انترمينيكيت بس اختلط مع الدم اللي جاي من اللور بارت اوف ذا بودي يا عمي كتر خير الدم كتر خير الدم هو يا حاله يا اكسجين خالص ما فيش خالص لا هذا من حال تمام مش على الانسان بنجيبها يا دكتور على الرايت اتر الرايت اتر يا جهاز على الفورم الاوفال وجهه على الليفت اتر خرطوه الفورم الاوفال اللي هو خرطوه أسأل الولاد قبل الولاد بعد الولادة أصبح هذا الفالف بردومنت يا سلام سبحان دخل على الليفت فنت ليفت أترم ثم ليفت فنتر ثم أسنج أورت ثم الفرانسيز بتاعت الأسنج أورت سبلاينج الأبر بارت أوف ذا بودي ممثل في البرين والهيد أند نيك ماشي عشان كده تلاقي الولد لما يتولد اول ما يتولد تلاقي دماغه عامل زي العلم خصوصا لو امه عافيه وهو حصل له الماتوريشن كويس هو الولد ديفلوبد كويس وامه ما شاء الله عليها يبقى الولد ينزل دماغه عامل زي دماغ العلم وارجو ما حدش ياخد الكلام على نفسه تمام؟ تمام يا مريم؟ تمام ايه اللي حصل بعد كده؟ تعالى بقى على السكند بارت لا تعالى هنا والنبي كله لازم يبقى اندر فوكس اتقعدت حضرت معايا اتحسبت علي الفينس بلاد من الابر بارت اوف ذا بودي ينزل على الفير فلاكين على السفير فلاكين براد ينزل على الرايت اتر على الرايت فنت على لا الرايت فنت انت الدنيا بتنطر دلوقتي صح؟ هتطلع تيجي مطر الدنيا المطر عماله تدب هي في حاجه مجهله ده هي نزل بالقصور الذات بالجاذبيه نزل من فوق على السفير فلاكين يا خالد يا مريم نزل على تحت ما فيش قدامه يا رأي يا 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 ماوس اصل زميلتك اسمها راما فاز راما دي اللي بيستخدمها في الكمبيوتر يقول لها يا ماوس يقول لها كيبورد صح؟ علي النعمة عندي كمبيوتر يا جماعة في البلدان عايز اخبطك ولك انا اسمي يعني بتنفع على جسمك امال ايه اللي يعرفش امال ايه على ايه الفاس بقى الفاس ايه ده جهاز نفس لان عايز اشيل اخطب من حيث ده كل ده امبارح فتحت وبدات افتح شيء من الساعه 9 ونص ما فتحش الا 10 ونص هل هو انا عارف ان ملوش حق ايه حلوه ان انا اشيله قد الشغل يا لا يا لا تمام لا انا اقعد يا دكتور يبقى الفينس بلاد من الابر بارت اوف ذا بودي نزل على السوبيريور فيناتين ده عمل خور في الرايت اتر في الرايت فين الرايت فين تكون ضخ في البلمونر ترام ايه؟ ليه؟ الدم نون فانكشن
اللي بتصير الديجمنتم يعني مو مفروض رايح للنب النب بتستخبرش بلب إلا بعد الولد أفتر بيت تستقبل بلب ثم قبل الجنس رحت يقوم ربنا سبحانه وتعالى شاور لي برافو عليه لا انت بقى من البرنونة عبدالتس عبدالتس ايوة ادي البرنونة لي مع الاوراد ايوة ايوة اطلع اطلع فيها كمان 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 انزل عند السن دي كفراتك اوراد اهو ما هو لازم دور على سكة يعد من هو مفروض طالع في البرنونة لترابه ليه البرنونة اللي ما بتشتغلش يا جماعة لبعد الولاد والدكتور يمسك العيل يقول يشفط له ونفخ له بعد ما ليه افطر بيه طب البلاد هروح فيه النوم كقفله ما تستقبلش بلاد راح تاخد البلاد وموديه عند السن كسراسك اورت من ضغط صارت اليوغس ربنا سبحانه وتعالى عملها له بيان الارجن بتاع الثلاثه برانشز اورت الارش اهو بعديهم ادى ربنا ادانا سبحانه وتعالى ادانا الايه؟ الدكتور صارت اليوم. راح نازل البلاد في السندي جاورته سبلاي اللي هو البارت اوف ذا بودي وما تبقى من البلاد مشي في الامبرايكال ارتريز الرايت والليفت وراح على السندي. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن على فكره متعلم صح. ايه؟ ما شاء الله عليك. سهل جدا ليربط الكلمة عبد الرحمن هي بس في المحاضرة دي عشان منها رسمة واحدة لكن قبل كده كان بيطول 35,000 لخمة خلاص this is the Peter circulation ايه رأيكم؟ إذا نعودها تاني؟ نعودها تاني؟ بس البرنامج الغلط فيه؟ ايه البرنامج الغلط فيه تمام الاكسجينيتد بلاد باصز في الليفت امبرايكال ارتري من السنتو فينتلايكال فين الى الليفر تمام ثم باصز في الدكتس ارتريوز الدكتس فينوز الى السوبرا هيباتيك بارت اوف الانفيرنكيف تمام الانفيريور بينا كيف عمل دايركشن لهذا البلد بالفلف بتاعه عدى من الليفت اتريوم على الليفت عدى من الرايت على الليفت اتريوم تمام على الليفت فلف على الاسندنج اورت على الابر بارت اوف ذا بودي غذى الابر بارت اوف ذا بودي نزل الفينوس بلاد في السبير بينا كيف بارده فرات اتريوم فرات فلف لا خلاص ما عادش في غلطات فريد فين ضخوا في البرنولا يا ترامب البرنولا ترامب اللانج قفل يا اخوان مفيش لانج قفل راح جاي على الدكتس ارتريوزس نعي مخرج من الدكتس ارتريوزس يا تقى يا تقى ولو انك مش باين عليك اي تقى لا يا بنتي باين عليك التقى كله التقى كله ولكن الا سياق الكلام سياق الكلام اللي بيقولوا المخرج عايز تمام يبقى يا حبيبتي يا بنتي يا بنتي راح معدي من الايه البرنونه ترانك ليه اللانج قافله يا مريم راح داخل على الدكتس ارتريوزس عند السن الاورطه هنا بنبه يا دكتور اقول لك خد بالك تبقى في المستشفى وهيجي لك الام كويسه جدا ونودي هي المية بس نازل دماغه عامل زي الهادي انت مش تجلالي مش تجلالي بالنورمال لان الابر بارت اوف ذا بودي بيتغذى بارتيريال بلاد واللور بارت اوف ذا بودي بيتغذى بفينوس بلاد وبعد الولادة الدنيا اتعدلت وبقوا زي العربيتين عربية بتجري بسرعة 200 وعربية بسرعة 60 تم هنا لازم تدس وبعدين يجوا تعدلوا بقوا الاثنين يمشوا بنفس السرعة هيكبر هيمشوا
بس بنفس الصورة. تمام. خلاص. الفيتا سيركوليشا حد ما على حد ما حوظهاش. أمانة عليك. حفظتي. أمانة عليك. يا بنت حفظتي. الدكتور شو اللي بده لنا والله؟ البرادر كيف تستنى فاس؟ بس كثير دي أكسجينات ما هو سبحان الله مش أحسن منه. لما تلاقي عايز تعيش لما تلاقي مية مطر مش أحسن من النبي لما تلاقي مية بحر بحر قزوين مش أحسن من النبي وبعدين هذا خط الله فأروني ماذا خلق الدين من دون ها في هارت يا راجل في بام في اليوم 21 بعد ثلاث اسابيع بعد ثلاث اسابيع الهارت بيبدا يعمل بامبنج شوف لغايه فين ثلاث اسابيع يا نهار ابيض ها تمام تعالى بقى عشان هنلاقي تاخد بقى على الكلام اللي فيه مخ بقى العين سحب الجسنس وقطع الامبلايكة بكل ورمى الشاه بس اوكي؟ خلاص بس شو الشعر اللي بتعملوه بالجسنس؟ تمام قطع الامبلايكة بكل ورمى طب الامبلايكة بكل في ايه؟ في ثلاثة زفت امبلايكة فين؟ وتو امبلايكة الارض أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ اسمك يا أبو الشباب؟ فاضل قزم؟ فاضل فاضل؟ مش باين يا شو مش باين؟ مش باين إيه؟ أنت رجل محترم، أنت اسمك يا أبو الشباب؟ خالد باين عليك مصلا لو قلت كده يعني شكلي مش هاد حد على خير تمام يا فاضل يا خالد انا حاسس بالترتيب لبلاسينتا الراجل قطعها بمرة الليفت امبرايكا الفين هيحصل له اوبليتريشا ويعمل حاجه اسمها ليجامنتم تيرس اوكزلي وانا في المحاضره الاوليه بسال الشباب قلت له ده انتوا لسه ما خدتوش الجي اي تي قالوا لا يا دكتور نعرفها احنا خدناها في السنة اللي فاتت لما اللي بيعمل سيبريشن للليفر إلى كام لوب صح؟ صح؟ اللي جامن تبتيرس اوف ذا ليفر تمام؟ طيب أنا شو التسليم؟ الدكتة سبينوزاس تعمل اللي جامن تبتيرس برافو عليك برافو عليك بس انت استبخت الاحداث طيب انا ماشي بالتسليم اطلعت على الفورم الخفاف لقيت اللف اللنج ما هيشتغلت بقى جهاز سابق الاحداث وراحت جايبه بلاط في اللفت اثري ما كانش فيه بلاط يبقى ذات البريشر في اللفت اثري كان فيه فورم الاوفال عامل لي لايك زيس 6 من سكندم و6 من بريما الضغط ستة مبريمة عمل فرم الأوباء فص أوبارس وسكندم عمل حوالي أنيولاس أوباء ماشي يا فاضل يبقى لما زاد البريجر في الدفت أتريم زق الستة خلت تو ستة يلزقوا بعض ستة مبريمة عمل فص أوبارس وستة سكندم عمل أنيولوس كفالس حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه قولوا لي مين هو اللي لغى الضرب في التعليم يا لهو يا لهو أو ترجع على القصة بتاع ليبيا ولا أقولها لكم تاني كان في ليبيا كنت بدي محاضرات كان كنت بروح يوم واحد في الأسبوع في كلية معينة كنت طب أسنان أنا شغلت طبعا طول الأسبوع بس كلية مرهشة ليوم واحد في الأسبوع
كل شنو في 4 كليات، 2 طب أسنان و2 بشر، وواحدة بشر جبت وواحدة تطبيق. المهم فرحت، كان في مسطرة طويلة كده. أول ما روح كان الولد بتاع الشؤون الطلاب اسمه خالد، يقول هات المسطرة يا خالد. يقول فأنا رحت في مرة قلت له فين يا أستاذ خالد المسطرة بتاعتي؟ قال لي لا والله يا دكتور النهاردة ما هي موجودة، ممكن تشتغل بالطول. تمام. يبقى يا حضرات الافاضل، الزفت امبلايكا فين حصل ديجنريشن وعمل حاجه اسمها ايه؟ ليجامنتم تير اوف ذا ليمر. الدكتس فينوزس عملت ليجامنتم فينوز. الفصة اوبالس والانيولس اوبالس من فوق. تمام. اللانج بدات تشتغل. يا خالد. يبقى زودت البريجر في الدفت اترس يا فاضل. راح عامل فص اوبالس وانيولس اوبالس من فرم الاوبال. تمام. خدوا بالك. وبعدين الضغطس ارتريوزس، ايه رايكم فيه؟ ريجامنتم ارتريوزس ده بقوله بعد 15 ساعة بعد الولادة. ده بعد 15 ساعة. يعني شوف، سبحان الله. مدبر الأمر. الليفت أمبريكا، الأمبريكا الأرتلس، امشي معاهم يا دكتور. طب انتوا في الادلت اناتومي الاسندنج اورثا بيحصل له ايه؟ كومن اليك. اليس كذلك؟ وكل كومن اليك يسال كوروناري. الكومن اليك يتقسم الى اكسترنال اليك وانترنال اليك. الامبريكال ارتري البرانش من الانترنت اليك، راح ماشي جنب اليورينر بلادر. اليورينر بلادر في النص كده. امسك الكتاب. اهو اليورينر بلادر عامل زي امسك يا اخويا. امسك جنب الكتاب يا ده. ادي اليورينر بلادر وهو راح ماشي جنبي وراح وصل للامبلايكا. الاثنين وصلوا للامبلايكا كده. وهو ماشي البروكسيمال بارت ادى سوبيريور فازايكال ارتر الى اليورينال بلاد. الديستال بارت ديجنري وعمل ميديال امبريكال ليجن. شكرا. تمام يا افاضل. نرجع تاني ونقول ايه هي اللي بيسموها يعني هو اللي بص خالد هو اللي ضحك. ها هديك يعني هتخسر كتير. انا بكلمك كأب بس عارف والحاجه دي اقسم بالله هتدني في شهر عبر ما تفهميها. ولو شفتي هو بالقياس بقى، يعني مش بس هي دي، ممكن بالخير. خدي بالك وانت جيتي، خدي بالك في تشينجز. وان شاء الله راح اشتغل فيكم بالياتريك ولا كاردوفاسكولار سيرجري ولا كاردوفاسكولار مش عارف ايه. واللي في الطب ما فيها هزار، هتكبر معك لو انت انترستد بالطب. هتكبر معك هذه الفيتا سيركل بيسموها بوست دينيتال تشينجز ان فيتال سيركوليشن. التغيرات التي حدثت في الفيتال سيركوليشن بعد بوست دينيتال ان بمشي معاك بالتفكير. من ايام ما كنا البلاسينتا وقلنا الليفت امبريكال فين حصل في ايه يا شباب؟ يخرب بيوت
ها؟ دي جنريشن وعمل؟ دي جمانتم ايه؟ بينهوس لا تيريس دي كان مركز فيه؟ لا مش لدي هضاك تيريس تيريس اتذكرت في النوز دجمانتم بينهوس دجمانتم بينهوس من اسمه؟ الفرام نوبيل خصوصا وانا وفر الدكتور سارتيليو الدكتور سارتيليو اللي عدينا عليها والتو امبريكا الارثر عمل ميديا امبريكا الدجم تعال بقى هنقول لك ايه هي الكونجنيتال اليوم لو انا قلت ايه التاني تبركم جونيفر الانومس اللي ممكن تحصل في الفيتا السيركوليشن اول حاجه اللفت امبريت الفيلم ما يحصلوش ديجنريشن الامبريت بس هنا حدثت شارج بس حدثت شارج فينس بلاد حدثت شارج فينس بلاد هو كان شايل الارتيريال بلاد لكن هيجيب الارتيريال بلاد منين دلوقتي يبقى بديسكارج افيروس وهنا هسال واقول الامبرايتس في حل هديسكارج فيروس بلاد ارتيريال بلاد يور فيس شوف الامبرايتس ممكن تعمل ايه يا راما تجيب اربع حاجات يبقى الواد لسه مولود يقول لك تعالي تاني يا دكتوره والنبي دلال الصرة بتاعت العيل بتجيب حدا ريحتها وحش يوريني يحس او بتجيب ارتيريا البلاد او بنس البلاد دي كونجنت انوماليز يا دكتور البنس البلاد دي امبرايكا دي ارتيريا البلاد الامبرايكا الارتر شاور عليهم يا ابو الشباب انت عديت الرسمه ليه انت حتى ما احنا مش الامبرايكا الارتر ما هم كانوا صغيرين من الأبدومن الأول تمام الضغط صارت اليوزس ممكن متعفل شي صح؟ ممكن الضغط بينوزس ممكن يدانها فتحة الضغط بينوزس يدانها فتحة تكون تعمل شنط ما بين دي حاجة كبيرة يعني أعلى من الليفل بتاعنا شوية تعمل حاجة اسمها بورتو سيستميك شنط بتاخد بلاد من السيستميك سيركوليشن توديه على البورتال دي امشيلي بقى بالاول تاني خالص اللفت امبريكال فين اللفت امبريكال فين ممكن يدنوا بيتنت والامبريكال ديسشارج فينس بلاد الدكتس فينوس امشيلي عليها يا دكتور الامبريكال ممكن لو دنتها بيتنت هتعمل بورتو سيستميك شنط شنطي ما بين البورتال فين مكان السهم هو اللي الدكتور بيشاور عليه وعبد الرحمن تصدق ان انا بقول الدكتور يعني وهتصدق لسه يعني انا بقول على اعتبار ما سيكون ان شاء الله على الفيربولكيت امشي على الفورم الاوفال الفورم الاوفال يعمل فص اوفال سؤال يا رز اوفال امشي على الدكتس ارتيليوزس ليجامنتم ارتيليوز امشي على الامبرايك خلاص كده أدت في تأثير كده لكن هل اللنج مش نون فانكشن؟ يموت بالله عليكم عرفت في تأثير كده يقولها بأمر الله سبحانه وتعالى أنا بقولها لك من صحة أب تكبر معك انت عايز تتعلم الطب تكبر معك هتشتغلي ناس يا له تكبر مع وبعدين يا خال يا فاضل انتو خال يا شباب الطب ما هو الا موضوع ورد فهم ولو فهمتوا هتفهم الباقي زي ما فهمت الاولين هو موضوع ورد مش برانش مش برانش فيسيو ولا هستو ولا مش عارف هو موضوع ورد افهم هذا الموضوع اكوش وركز
ركبه في ذهنك حلو، وزي ما رتبت هذا الموضوع هترتب كل العشر تلاف موضوع اللي بعديه. بعد فقط تقول لي يا اخي خالص، بتقول لي يا اخي خالص يا جدع، عايزين نروح نرجع مشان طيب.